السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كنت انا سعيد كده عليكم، يا رب كله خير. ان شاء الله السنه دي هنشتغل مع بعض ماده تطبيقات الحاسب. معاكم المهندس ابراهيم انور، هشتغل معاكم ماده تطبيقات حاسب. فطبعا انت عايزين بس نشوف الماده كده عباره عن ايه. طبعا بالنسبه للماده، فانا من وجهه نظري ان الماده ان شاء الله بسيطه، ما فيهاش حاجه. من وجهة نظري مثلا بقالي المادة بدأت حوالي 5 سنين، فشايف إن المادة بسيطة مش تقيلة، بس هي محتاجة بس منك متابعة، تمام؟ وتعرف بس السؤال بيجي إزاي، وإحنا ممكن الدكتور مثلا ممكن يسألك في الامتحان إزاي، أو يجيب لك الصورة دي MCQ إزاي. هو دي أهم حاجة بس في الموضوع، لأن إحنا المحتوى اللي أنت بتدرسه الفكرة بس إنك تعرف السؤال يجي فيه إزاي. فطبعا دكتور فكري سالم، أنت كده كده المادة تبقى حاسب بقى يكون فيها إن شاء الله امتحان عملي. الامتحان العملي بيكون مكون من سؤالين زي ما قلنا في السكاشن. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن رسم الأوتوكاد، فإن شاء الله هيكون في فيديو مراجعة عن الأوتوكاد قبل الامتحان العملي بإذن الله. والسؤال الثاني بيكون على الفورتران، برنامج تكتبه بالفورتران زي ما احنا هنشتغل طول الترم. فبيكون على السؤال الامتحان العملي بيكون عبارة عن سؤالين. طبعا الامتحان العملي لازم يكون معاك طبعا كشكول المحاضرات، لازم يكون معاك طبعا السي دي اللي انت بتشتغل فول عليها كل البرامج اللي انت اشتغلتها في السكاشن. فيفضل طبعا انت كل سكشن اي برنامج تشتغل على اي جهاز تاخده معاك على فلاشة، بحيث يبقى انت مجمع البرامج دي تكون انت مرتاح، بدل ما تيجي مثلا قبل الامتحان العملي يبقى مثلا عليك 10 برامج 15 برنامج تقعد تكتبهم كده في البيت ياخدوا منك وقت. فانت العملي بيكون مجلي عليك سؤالين اوتوكاد. انا بعد ما هعمل لك فيديو مراجعة على الاوتوكاد، وهيكون معاك سؤال تاني اللي هو بتاع الفورتران عشان شرط الترم. يكون معاك كشكول محاضراتك، يكون المحاضرات كلها كاملة، ما يكونش فيها حاجة ناقصة، تمام؟ تكون مكتوبة بخط كويس، تكون مكتوبة في كشكول لوحدها، تمام؟ يعني ليا شوية نصايح كده من خبرتي في المادة، عشان يعني ايه تعدي من المادة كده على خير بإذن الله يعني. وهي المادة بسيطة. تعال بس كده نشوف أول موضوع. هنتكلم في البرمجة، هنتكلم كده في حاجة كده كانترودكشن انت خدتها في البرمجة قبل كده، كده بداية البرمجة بصفة عامة. فقالك الفورتران يعني ايه فورتران؟ معناها كلمة فورمولا ترانزليشن، يعني ترجمة المعادلات. يعني انت عايز تكتب معادلة على جهاز بحيث ان هي تطلع لك اوت بوت معين. فأول حاجة هنتكلم عنها اللي هي النمبر سيستم. النمبر سيستم ده بالنسبة لك بيكون عبارة عن عندك حاجة اسمها الديسيمال زي ما انت خدت قبل كده، عندك حاجة اسمها الباينري سيستم. الديسيمال سيستم ده اللي هو النظام العشري. النظام العشري ده اللي هو معروف عليه ان بنستخدم اساس 10، فالارقام بتاعته من 0 لـ 9، من 0 لحد 9. يعني زمان لما كنت انت في ابتدائي كانوا بيعلموك ازاي تنطق الرقم ده، كان بيقول لك انطق الرقم ده مايله 2645. يعني معناه ان الاتنين دي 2002 في 1000، 2600 يعني 6 ده مضربة في 100، 400 يعني الاربعة دي مضربة قصدي 40 يعني الاربعة دي مضربة في 10، 5 يعني مضربة في 1. فلما تيجي تفك الرقم ده عشان يديك نفس المجموع 2645، بتضرب، خد من اليمين للشمال واضرب في 10 اس 0. 5 في 10 اس 0 ب1، عشرة قصدي أقصد إن 10 أس 0 بـ1، فخمسة يديك 5. 4 × 10 أس 1 40، 6 × 10 أس 2 60، 2 × 10 أس 3 2000. ده اللي هو النظام العشري، يعني نظام مكون مجموعة أرقام من 0 لحد 9. النظام التاني اللي هو نظام الباينري سيستم. الباينري سيستم ده هو نظام الثنائي، ده نظام بيتكون من أساس 2، يعني هو مكون أصلا من أرقام من 0 لـ1. 0 طبعا زي ما أنت خدت يعني أوف، وواحد يعني أون. فالأرقام بتاعتك بتتكتب كده 1 1 1 0 1، كلهم ايه 0 1، حاجة من 2. فأنا لما يجي في ميد تيرم أو فاينل أحب أسألك في الموضوع ده كام سي كيو، أو والله أسألك أقول لك الرقم ده نوعه ايه، تقول لي باينري سيستم. طب والله أنت الرقم ده لو أنا عايز أحوله للديسيمال أحوله ازاي؟ طب لو مديك ديسيمال عايزك تحوله لباينري أحوله ازاي؟ فقالك والله الباينري سيستم باجي من اليمين للشمال، بضرب الأرقام اللي قدامك دي في 2 أس من 0 لحد عدد الأرقام. يعني هنا 1 اليمين، 2 أس 0، 0 × 2 أس 1، كل مرة زاد 1 1 × 2 أس 2، 0 × 2 أس 3، 1 × 2 أس 4، 1 × 2 أس 5، 1 × 2 أس 6. بعد كده جمعهم كده كلهم بقى كده في أقواس،
واضربه مع آلة حاسبة يديك 117. يبقى التحول من الباينري سيستم إلى الديسيمال بضرب في 2. بص على حسب الأرقام، من صفر لحد مثلا دول 6 أرقام، قصدي 7 أرقام، يبقى 2 أس 0 لحد 2 أس 6. يبقى هنا بالباينري إلى الديسيمال بضرب في 2 أس، وهكذا اللي هو خدها من اليمين للشمال. طب العكس، أنا عايز أحول من الديسيمال للباينري، دي برضه هو نفس الكلام، من الباينري للديسيمال بضرب في 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، لحد ما يبقى آخر رقم عندي أجمع يطلع 108. للتحويل من الديسيمال للباينري نظام العشري للنظام الثنائي، قالك بقسم على 2. فلو أنا بقى جيت أقسم رقم على 2، لو طلع الرقم بتاعك رقم صحيح يبقى الناتج بتاعك 0، لو رقم في كسر يبقى الناتج بتاعك 1. يعني لو زوجي خد 0، لو فردي هاخد 1. فلما اجي احسبها كده 728، هنا 728 على 2، يبقى هنا ده زوجي 0، اداك كام؟ 364 على 2 0، 364 هتديك 180 0، 180 تدي على 2 تديك 91، 91 على 2، 91 على 2 ده 45.5، ما تنفعش يكسر معايا، يبقى انا هاخد ال 45 انزلها تحت يبقى معاك 1. 45 على 2 رقم فردي ما ينفعش يدي كسر، يبقى انا هاخده 44 على 2 يديك 22 ويطلع معاك هنا 1. 22 على 2 ب 11، بس ده رقم على طول صحيح، يبقى نزل 11 يقدر تاخد 0. 11 على 2 المفروض 6.5 ما ينفعش كسر، قصدي 5.5، يبقى انا هاخد احط 1 وانزل 5. 5 على 2 تديك 2.5 ما ينفعش، تحط 1 وتديك تنزل 2. 2 على 2 هديك 1 يبقى 0، بقى 1 حطه هنا. يبقى انا هنا بعد كده لما اجي اكتب الارقام باخدها من تحت لفوق، يبقى 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0، يبقى ده الرقم بتاعك، متعكسش. في ناس بتاخد من فوق لتحت، الكلام ده غلط. لو انت اتلخبطت في الامتحان ومش عارف ان الام سي كيو هيجيب لك واحده من تحت وواحده من فوق، وانت تختار، فلازم تكون عارف انت تختار ايه بالظبط. فلو انت اتلخبطت في دي يا باشا الموضوع مش صعب، اعتبر انك ان باينري سيستم وانت بتحوله لديسم اضرب في 2. يبقى خلصت الكلام، من الباينري للديسمال بضرب في 2 اس 0 لحد اخر رقم، من الديسمال للباينري بقسم على 2. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاول، كبقول لك ازاي ايه الارقام اللي موجوده عندي وازاي نحولها من ديسمال لباينري والعكس. ثاني حاجه هنتكلم فيها اللي اسمها الفلوت شارت. بالنسبه للفلوت شارت، الفلوت شارت عندك اي برنامج عندك مكون من 3 حاجات، انبوت واوتبوت. عايز ادخل داتا وعايز اطلع احصل على داتا، ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت انت بتعمل، البرنامج بيعمل عمليات حسابيه او ترجمه للمعادلات. يبقى انا عايز اوصف الكلام ده. الفلوت شارت يا جماعه معناها هو زي تخطيط كده، عايز اعرف انا هبدا بايه، هكتب ايه، مطلوب اطلع ايه، طب عشان اطلع كذا ايه اللي ممكن يحصل في البرنامج. خلاص تمام. فهنبدا كده مع بعض. اول حاجه الفلوت شارت اللي هي بدايه ونهايه البرنامج، اول خطوه اخر خطوه في اي فلوت شارت. البدايه لازم تبدا بكلمه ستارت، لازم تكون بالشكل ده. النهايه لازم تنتهي بجمله ستوب. انا لازم ابدا بستارت ولازم انهي اي فلوت شارت بجمله ستوب. لو عايز ادخل انبوت للبرنامج في الفلوت شارت بدخلها بجمله ريد، لو عايز اطلع اوتبوت طلع داتا بطلعها بجمله رايت. لو مطلوب مني ان انا اعمل اي عمليات حسابيه سواء جمع او ضرب او اسم او مش عارف اي حاجه بكتبها في مستطيل، يعني مثلا اي في بي، يلا ايه ده بيساوي بي زائد سي. طبعا اكيد واحنا شغالين في فلوت شارت هيقابلنا جمل شرطيه، يعني لو حصل كذا اعمل كذا، طب لو ما حصلش ما تعملش، طب لو حصل كذا خده بالموجب، الناتج يطلع بالموجب كذا، طب سالب كذا، لو بصفر كذا، تمام. فلو حصل ده بنكتب بشكل معين طلع منه اسهم، تمام. طبعا لو انت مثلا الفلوت شارت بتاعك كبير قوي والصفحه خلصت، في حاجه اسمها الكونكتور بس دي مش هنستخدمها يعني. فتعال نشوف كده مع بعض اول فلوت شارت. بيقول لك يا باشا create a flowchart to calculate the sum and the average of three numbers A and B and C.
احسب لي مجموع ومتوسط 3 ارقام A و B و C. يبقى انا لازم ابدا اول حاجه بالستارت، هو الاي والبي والسي دي هل البرنامج عارفهم؟ لا، دول انبوت، دول هندخلهم للبرنامج. يبقى اقول له ريد الاي والبي والسي، يبقى انا هدخل لك الاي والبي والسي. طب انت عايز تعمل ايه؟ تعمل ايه حسابيا؟ انا عايز اجيب مجموعهم، يبقى مجموعهم بيساوي اي زائد بي زائد سي. عايز اجيب متوسطهم، فمتوسطهم بيساوي المجموعه 3، يبقى الصامعه 3. يبقى دي اللي بيسموها العمليات الحسابيه. كده انا دخلت له الداتا وعملت له العمليات الحسابيه. عايز الاوتبوت، انا هيبقى انا هقول له رايت، هتطلع لي مين؟ هتطلع لي الصم، وتطلع لي الافرج اللي انت كاتبه من فوق هنا، يبقى دي الاوت بوت. ستوب، ابدا بستارت، اني بستوب، ريد، دخل اي وبي وسي، طلع المجموع المتوسط. ايه المجموع بكام؟ المتوسط بكام؟ يبقى ده كده فلوت شارت. ناخد فلوت شارت تاني، بيقول لك اكتب لي برنامج يطبع الاعداد الفرديه من 1 ل 100 ومربع الاعداد، او الاعداد الزوجيه من 1 ل 100 والمربع والتكعيب. فالأعداد الفردية تبدأ من 1 ل 100. أول رقم فردي عندي اللي هو رقم 1، المفروض إن هو عايز يعد فردي، يعني رقم الفردي بعد الواحد اللي هو 3، يعني يزود 2 وبعد 3 يبقى 5. يبقى أنا عايز أقول له أنا هدخل لك رقم 1، وأنت المفروض تزود لي عليه 2 لحد ما توصل ل 100، أقف ما تكملش عن كده. يبقى لحد ما توصل ل 100 أقف، ما ممكن يعدي ال 100، يبقى لازم جملة إف. يبقى ما تعديش المية، لو عديت المية اقف. طب لو انت لسه ما عديتش المية، تمام، يبقى انت ايه؟ كمل حسابتك عادي. فتعال نشوف كده، ده بتاع الاعداد الفردي. ابدا برضه بستارت وهاني بستوب. مفيش جملة ريد هنا، انا مش هقول له ريد رمز، انا عايز يبدا من 1، فقلت له عندك ان بواحد، ان بواحد، تمام ماشي. طب انت عايز ايه تاني؟ ال n تساوي 1، ال k اللي هو السكوير بتاع رقم بيساوي n في n، مربع رقم n في n. اكتب لي ال n وال k، فيكتب 1 وبعدين 1 اس 1 بواحد، تمام. خد بعد رايت، خد لي ال n بتساوي n زائد 2، يعني زود على 1 2، تبقى ال n بقت ب 3، يعني 1 زائد 2 ب 3. خلاص، لو ال n اكبر من ال 100 يس ستوب، ده حصل، انهي البرنامج. طب لو الان لسه اقل من 100، اطلع يا باشا فوق، خد الان من جديد، تمام. يبقى اول حاجه بقول لو ان بواحد السكوير، طب لو الان كي بتساوي ان في ان، اكتب الان وكي. طب الان بكام كانت عايز فردي؟ يبقى الان بتساوي ان زائد 2، زود على 1 دي 2 دي 3. طبعا لو كان واخد 3، لو قال لو هي لسه ما كملتش 100، هيطلع فوق ياخد الان ب 3 ويزود 2 تبقى ب 5 وهكذا. هو البرنامج هو نفسه، لو كان اعداد زوجيه بس تشيل الان بواحد تبقى الان ب 2. بس طبعا انا طالب منك هنا، عشان ما جاش امتحان قبل كده، طالب منك السكويرز اند كيوبس، التكعيب والتربيع، تمام. فالكيوبس يعني انا بطالب من معاليك، بقول لك هات لي تكعيب رقم، فالتكعيب اللي هو الجي بيساوي كي في الان، يعني كي يساوي ان في ان، التكعيب اللي هو ان في ان في ان، وكي بتساوي ان في ان، يبقى كي في ان يديك التكعيب. ونفس البرنامج بالظبط، شيل ان خليها بدل 1 خليها 2. لو انا هنا بقول لك اكتب لي فلوت شارت يوضح لك اللارجست نمبر فروم تو نمبرز، يعني الرقم اكبر رقم من رقمين، هبدا بستارت وانهي ستوب. رقمين اللي هم اي وبي، يبقى اريد الاي والبي، تمام. هل ايه هو الكبير؟ لا مش عارف. طب هل البي كبير؟ مش عارف. فقمت فرض، قلت له خد البيج هو الايه، لو البيج هو الايه يبقى البيج بالنسبه لك ايه. فقمت قايل له ايه في البيج، يعني ايه في الايه اكبر من البي مثلا؟ ما هو البيج يعود على الايه، ايه في البيج اكبر من البي؟ لو ده حصل ان الايه اكبر من البي، اكتب البيج، اكتبه. طب لو ما حصلش، يعني الايه اصغر من البي، يبقى انت مين الكبير؟ يبقى انت هتاخد البيج هو البي. ولو خدت البيج هو البي يس، يبقى هو ما يقول لك رايت البيج ستوب، يبقى رايت الايه والبي، خد البيج هو الايه، فرضت له ان البيج هو الايه. لو البيج اكبر من البي، اكتب البيج وستوب. طب لو ما حصلش، يبقى خد البيج من البي بقى، واكتب البيج وستوب. هنا بيقول لك يعني عندك لو الار ب 20 والتي ب 17، ارسم فلوت شارت عشان يغير قيمة الرقمين دول، يجيب ال 20 مكان ال 17 العكس. لو قلت له ستارت ريد الار والتي، طبعا هني
بالستوب برضو غير الار والتي. هو عايز يبدل الار مكان التي والتي مكان الار، فلازم اعمل عنهم بحاجه كده مجهوله. فقلت له خد الاس بار تمام، والار بتي والتي بس، اكتب الار والتي يبقى ستوب. يعني انت عملت ايه؟ هي الار ب 20 والتي ب 17. انت عايز تعكس، عايز تخلي الار ب 17 والتي هي اللي ب 20. فقلت له خد الاس، ده هو حاجه ما يعرفهاش، خد الاس هو الار، الاس هو الار. وبعدين قلت له يبدل بقى ايه الار دي، خليها هي تي والتي تبقى اس. انا كده عملت مثلث كده، خد اس الاس تبقى ار والار تبقى تي والتي تبقى اس، ورايت الار والتي ستوب. خلص الفلوت شارت. من اشهر الفلوت شارتات اللي موجوده واللي انت هتقابلك في الفورتران، اللي هو ازاي تحل معادله تربيعيه. فاحنا هنا في كفلوت شارت، انا مش طالب منك غير انك انت بس ترسم فلوت شارت، انما فيما بعد قدام انا هاجي اقول لك اكتب لي برنامج بالفورتران يحل المعادله التربيعيه بالفلوت شارت بتاعها. فهاجي هنا اقول لك الاي اكس تربيع زائد البي اكس زائد سي ساوي صفر، اكتب برنامج يحل المعادله التربيعيه دي. فطبعا انت راجل واخد رياضه وضليع في الرياضه، فقلت لك حل المعادله التربيعيه اكس واحد واكس اتنين يساوي سالب بي موجب او سالب الجذر التربيعي بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. يعني قيمة الاكس بتساوي المعادلة دي، سالب بي موجب او سالب جذر التربيع بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. طبعا مشكلتك في الرقم اللي تحت الجذر، الرقم اللي تحت الجذر اللي هو الجذر التربيع بي تربيع ناقص 4 اي سي، لو طلع سالب يبقى المعادلة دي ليس لها حل، there is no solution. لو طلع بصفر يبقى صفر، ده تبقى المعادلة سالب بي على 2 اي. لو طلع الجذر ده بالموجب يبقى الاكس واحد هتساوي سالب بي مرة بالموجب الجذر على 2 ايه، سالب بي مرة سالب الجذر على 2 ايه. ده لو تحت الجذر طلع موجب. يبقى انت الفلوت شارت عبارة عندك لو الجذر التربيعي بي تربيع ناقص 4 اي سي بسالب حط كذا، لو صفر حط كذا، لو موجب حط كذا، انهي البرنامج. يبقى انا اول حاجه اقوم جايل ستارت، هدخله ايه في المعادله؟ هدخله الاي والبي والسي، ريد الاي والبي والسي. انت اللي بيتغير معاك دايما اللي هو الجذر التربيع بي تربيع ناقص 4 اي سي، يبقى خد الروت يساوي بي تربيع ناقص 4 اي سي، الروت بي تربيع ناقص 4 اي سي. ايه في الروت ده بقى؟ لو الجذر ده او المعادله دي بالموجب اكس واحد بكذا اكس اتنين بكذا، لو بالسالب زي بزنو سوليوشن، لو بالصفر اكس واحد تساوي اكس اتنين بتساوي كذا. انزل سهم اكتب لي انا عايز اطلع ناتج الاكس واحد والاكس اتنين ستوب. طب هو هنا لو اف الروت بصفر هياخد الاكس واحد تساوي اكس اتنين تساوي سالب بي على اتنين ايه، ويكتب الاكس واحد ويكتب الاكس اتنين. لو طلع بالموجب بوصل سهم هنا عشان ما ده يكتب الاكس واحد والاكس اتنين. طب لو مفيش حل المفروض السهم يبقى بعد الرايت، عشان يبقى اللي بعدها على طول جملة ستوب، مفيش حل، يبقى ايه؟ يقوم يكتب لك زيرو از نو سوليوشن ستوب، ما تحلش. يبقى ده كده ببساطة الفلوت شارت بتاع المعادلة الجذر التربيعي. يبقى بقول لك لو موجب خده بكذا ورايت الاكس واحد اكس اتنين، لو بصفر خده بكذا ورايت الاكس واحد اكس اتنين، لو بسالب زيرو از نو سوليوشن ستوب. خلص البرنامج. طبعا لسه هنقول بعد كده بال فورتران. ده برنامج برضه زي اللي فات، لو انت عندك تلات ارقام اي وبي وسي وعايز تجيب الكبير فيهم زي ما قلنا قبل كده، ريد الاي والبي والسي، هاخد مره ان ريد البيج هو الاي اقارن ما بين الاي والبي، يبقى في الاي بيج اكبر من البي تمام، لو نو خد البيج بي، طب لو يس اف بقى البيج اللي طلع من الاي والبي اكبر من السي، طب لو نو خد البيج اللي هو سي، لو يس خد اكتب البيج وسطه. يبقى هنا انت بتقارن ما بين الاي والبي في المعاين الاولين، المفروض هطلع الكبير منهم، والكبير ده تقارن هو مع مين؟ مع السي، ويطلع في الاخر البيج. فطبعا بكده يبقى احنا كده خلصنا السكشن الاولاني اللي بنتكلم فيه عن الباينري سيستم والديسيمال سيستم والفلوت شارت. طبعا زي ما قلت لك الماده سهله، الماده مش اول مره ادرسها، بقالي 5 سنين بدرس الماده دي، فانا بقول لك الماده باذن الله بسيطه، بس انت ايه ركز بس فيها
تمام، حاول ما تفوتش فيها حاجة، ولازم تعرف السؤال بيجي في الامتحان ازاي. طبعا في الكلام ده في السكشن كان عن الموضوع ده بالتفصيل، ازاي السؤال ده يجيلك، ازاي تسأل في الام سي كيو، الكلام ده كله. فأتمنى ان الموضوع يكون مفهوم تمام، ولو حد عنده اي اسئلة انا موجود معاك على طول في المكتب. وشكرا، والسلام عليكم. كان معكم مهندس ابراهيم.